أهلا وسهلا بكم في قناتنا، قناة الفن لأخبار الفن والفنانين. Run free and dive into the sky. معلومات عن الفنانة السورية نسرين طافش وشائعت وفاتها الأخيرة وخلافاتها الفنية وأسرار لا تعرفونها عنها. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نسرين طافش فنانة سورية من مواليد محافظة حلب في سوريا، انتقلت بعدها إلى دمشق في العام 1999 لتكمل دراستها هناك. ولدت الفنانة نسرين طافش في 15 فبراير من عام 1982، عمرها في 2019 هو 37 عاما. أما عن برجها الفلكي فهي من برج الدلو. وزنها يتراوح بين 60 و63 كيلوغرام، بينما طولها الحقيقي هو 170 سنتيمتر. والدها فلسطيني من صفد من أصول سعودية هو الشاعر المعروف يوسف طافش، وأمها جزائرية من وهران. نسرين طافش مع والدها الشاعر يوسف طافش. نسرين طافش مع عائلتها. تحمل الفنانة نسرين طافش الجنسية السورية إضافة إلى الجواز الجزائري نسبة لأمها. هذه الخلطة جعلت نسرين منفتحة على الثقافات العربية. أما في عائلتها فهي إحدى العنقود بعد 7 بنات، وتعتبر أنها تتدرب على الأمومة من خلال أولادهن، حيث يصل عددهم إلى 13 طفلاً. نسرين طافش وشقيقاتها. نسرين طافش مع إحدى شقيقاتها. انضمت نسرين المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرجت منه في العام 2008، إلا أن مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرجها بكثير. بدأت مسيرتها الفنية في العام 2002 من خلال دور صغير مع المخرج باسل الخطيب في مسلسل هولاكو. شاركت نسرين طافش في عدد من الأعمال السورية التي ساهمت بانتشارها مثل مسلسل صبايا في عام 2009. صور نسرين طافش قبل عمليات التجميل. منذ عام 2017 بدأت نسرين مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة، أغنية متغير علي، 1 2 3 حبيبي، وأغنية إلا معك عام 2018. نسرين طافش قبل الشهرة. أثناء دراستها في المعهد خطبت نسرين طافش إلى المخرج السوري المثنى صبح، لكنهم انفصلا بعد ذلك.
عام 2008 أعلنت زواجها من رجل أعمال إماراتي عادت وانفصلت عنه في عام 2013. نسرين تهتم بلياقتها البدنية كثيرا وتحرص دائما على متابعة التمارين الرياضية بشكل مستمر. من أبرز الفضائح التي طالت نسرين اتهامها من قبل الممثلة السورية ديما بياعة بإقامة علاقة مع زوجها السابق الممثل السوري تيم حسن، الأمر الذي تسبب بطلاق ثنائي، إلا أن محكمة الجنح في دبي أصدرت حكمها لصالح طافش، إذ قضى بتغريم ديما مبلغ قدره 5000 درهم بتهمة القذف ضد نسرين واتهامها بالباطل دون دليل. أثناء درستها في المعهد خطبت نسرين طافش إلى المخرج السوري المتنى صبح، لكنهم انفصلا بعد ذلك. تقيم نسرين طافش مع عائلتها في دولة الإمارات منذ حوالي 11 عاما وغادرت سوريا بسبب الحرب. نسرين طافش ترشحت إلى عدة جوائز، منها جائزة أفضل ممثلة عربية في جوائز موريكس دور عن دورها في مسلسل جلسات نسائية. عينت نسرين سفيرة إنسانية للأطفال من أجل إغاثة أطفال فلسطين والشرق الأوسط في عام 2014. لدى نسرين مجلة أسمتها نسرينة، إلا أنها أوقفت إصدارها في عام 2012 حتى إشعار آخر. بعيدا عن الكاميرا تمتلك نسرين العديد من الهوايات التي تساعده على التثقف والاطلاع، فهي تهوى المطالعة والقراءة. تفضل نسرين قراءة كتب التنمية الذاتية، بالإضافة إلى أنها تحب الموسيقى وتحترف رقص الصالونات. حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017. انتشر خبر وفاة الفنانة نسرين طافش على تويتر بسرعة البرق بعد أن نشر هذا الخبر الصادم على إحدى صفحات الفيسبوك ليتفاعل الجمهور معه بقوة على أثره. وعمل تتبع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لخبر وفاة نسرين طافش لمعرفة حقيقته، بين أنها شائعة مغرضة نالت منها وأنه تم تداولها بكثافة بعد أن نشر أحد الحسابات هذا الخبر كحقيقة وبدأت الصفحات في نقلها. ومن جهتها تجاهلت نسرين طافش تماما الرد أو التعقيب على شائعة وفاتها التي صدرت جوجل لتنشر على حساباتها صورة حديثة لها مع كتابة حكمة تقول: مع كل يوم جديد تأتي القوة والأفكار الجديدة. دخلت نسرين بالعديد من الخلافات في الوسط الفني خلال مسيرتها الفنية، كان آخرها خلافها مع الفنان باسم ياخور بعدما وجه لها الأخير رسالة من خلال برنامجه أكلناها، عندما كان الحديث عن هوية الممثلة التي بلغت بإجراء عملية التجميل. وقد فاجأ ياخور الجمهور بجرأته بتسمية زميلته نسرين طافش التي اعتبرها إنسانة جميلة، ولكنها بدأت تظهر بوجه مصطنع وطلب منها التوقف عن الخضوع لعملية التجميل.